شكرا، يعطيكم الصحه. او تخلي الهيد احلى شخصيه عرفها المشهد الاعلامي التونسي وعرفها العالم في الاعلام، هو عبد الرزاق الشيخ. لا 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 مش صحيح، مش صحيح. اسمعني بالحق، من اضمن الشخصيات هو اخونا عبد الرزاق، خاصة كي تسيب الهمات الاخرى على حبوسات. مش نورمال، ولا اللي قاعدين في الحبس اكثر من اللي قاعدين في الدار الساعه. لا ويعجبني بك العفويه بتاعه، كي يسال سجين مربوط يقول له تو انت صغير يعني قداش حكم عليك قداش؟ الطفل مستانس كراكة 18 فهمت 18 علاش فما ش عملت؟ اي مخدرات خويا عبد الرزاق، مخدرات ترويج. انت تروج ولا بالضبط ولا بالضبط يعني؟ وبربي سامحني سؤال خطير، تتكيفها انت نورمال؟ بالحق لا بالحق، معناها عايش ولدي يسمعني يعني وتفتر هكايا لا بربي نحب نفهم عايش ولدي وتعمل كالة تعمل كالة وتجبد معناها نورمال وتشيخ. اللي ما يعرفش عبد الرزاق بجد يقول هو بيدو يتكيف فيها. مازال مازال وعبد الرزاق عجبك يتقلع حبس نزال والله. لا لا باخر عاد. انا عجبني مره سال سؤال دخت في الدار ما عادش نجم. مره مش كبيره بالعمر، عمرها 23 ولا 24 صغيره بالحق، وسالها تو اش تعمل هوني انت؟ اش تعمل بالحق اش تعمل هوني؟ اش قالت له؟ قالت له محكومه لاني حكم كبير. شو حكم كبير؟ قديش محكومة قديش؟ قالت له طول طون بالعربي مدى الحياة. شخال لها رزوقة يعني كيفاش ترى مستقبل في تصريح كبير هذه والفضلة المستقبل لا وفما حاجة حلوة ساعة المستقبل وين المستقبل؟ مرات طول طون أنا مستقبل كبدي. لا وفما حاجة حلوة أنا إذا حكي فيها ونشيخ فيها، كي استدعى ناس فك الكرسي هذاك الابيض خاصة الكبار، اذا كان المرأة ما تبكيش عند رزوقة فيسكو البرنامج مش هو. المرأة رجلها ضربه طلعها تو عنده 10 سنين، بنتها انتحرت عندها 7 سنين ويشدها رزوقة. المرأة كعبة ما حبتش تبكي. ماما يا ماما قل لي تتفكر كيفاش راجلك كترى ضربه؟ لا 10 سنين الحكاية. إحساسك معناها كيفاش توا؟ المرأة نورمال، والله يا سي عبد الرزاق ربي معانا ولا باس توا نسينا وكل شيء. لا لا بشوية. أنا نسيت أنا بشوية. تتفكر وقت التراه خلطت عليه وعطاه؟ وراسه تحوك المخ وحالة. يا حاجة يا ماما تفكر. وبنتك طاحت على راعي فكر يا ماما تفكر. المرأة هي تبكي وتقول في دار كوب والكيب ناسيونال مركز بونتو. الحاجة تفقوا عليها تبكي تبكي الحاجة يعطيك الصحة تبكي تبكي. وعنده فازة حلوة برشا، وقت يخف يزمو يستنجد بخونا منير قبل يقولوا على الموسيقى. لا زمان موسيقى والدنيا بقلبه. أنا ابن دي عبد الرزاق يظن الصوت عندي ولا ما عنديش؟ شاول مباشر، ما يسالش ما يسالش، شاول مباشر.